مؤسسة وثيقة وطن والاتحاد الوطني لطلبة سوريا يعقد لقاءه حول جائزة هذه حكاية 2022 في مدرج تشرين ضمن كلية الصيدلة بجامعة دمشق. الفئة المستهدفة في جائزة هذا العام هم طلبة الجامعات الحكومية والخاصة بالإضافة للدراسات العليا والمعاهد العليا والمتوسطة في سوريا وطلبة الجامعة الدارسون في الخارج. هي مسابقة توثق صمود الطلاب السوريين في الجامعات والمعاهد. كل طالب لديه قصة إرادة وتصميم، قصة كانت فيها ظروف غير مثالية ولكن نجحنا في ظروف أصبحت مثالية بفضل وعي هذا الجيل، بفضل صمود طلاب سوريا على مقاعد الدراسة. كل طالب قدم نموذج مشرف من جامعته، من بيته، من أسرته. هذه النماذج سيكون طلاب سوريا مع وثيقة وطن سيقومان بتوثيقها لتكتب التاريخ الذي صنعوه شباب الوطن مع الجيش العربي السوري وشهداء الوطن، والرحمة لكل شهداء الوطن. أردنا أنه نلتقى مع الطلاب بشكل مباشر منشان نوضح لهم شو هي آليات المشاركة بجائزة حكايتي، شو هدفها، كيف ممكن أنه يصلوا قصصهم بأشكال مختلفة، وحبينا كمان أنه يكون في تفاعل. ففي أحد الفائزين معنا بجائزة حكايتي من السنوات الماضية رح يحكي عن تجربته، كيف شارك، كيف فاز أيضا، وشو كانت تعني له قصة المشاركة، أنه هي مساهمة في كتابة تاريخ سوريا، مو بس من شان أنه يكون في فوز أو جائزة. أنا بصراحة سمعت بالمؤسسة عن طريق الفيسبوك، بحكم أني أنا بهتم بهي الأمور كتير، يعني أنه قصص الحرب، أي شيء بيخذ الموضوع فأنا عندي اهتمام فيه. لما شفت المؤسسة وشفت أهدافها أنه هي يعني من أهم هدف عندها أنه هي تأرخ شفوياً اللي صار، فأنا كان هذا هدفي من الأول أنه قصتي تتأرخ وتنحكي وتنعرف بعد 10 سنين مثلا، لما حدا بده يعرف التاريخ الحقيقي وشو صار يعرف فعلا شو صار. يعني ما بدي بكرة بعد 10 سنين أولادي يفتحوا كتاب التاريخ وقرأوا وصار أزمة 10 سنين على سوريا، طيب أنا بدي أعرف بال10 سنين شو صار. انطلقت فكرة مسابقة حكايتي في الأول من حزيران عام 2019 بهدف نشر ثقافة التأريخ الشفوي وتعميق الوعي بأهميته ودوره في كتابة التاريخ. وفي الأول من آب من العام ذاته تمت دعوة السوريين على اختلاف أعمارهم للمشاركة بالمسابقة والإدلاء بقصصهم الواقعية للمساهمة في توثيق الحرب في سوريا وكتابة تاريخها.